السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كده صح في، فروحت للشات جي بي تي قلت له صباح الخير، قال لي صباح النور، قلت له انت عامل ايه؟ قال لي انا كويس كله تمام. فقلت له طيب انا عايزك تديني بقى تطبيق حلو قوي ينفعني في الاوجمانتد رياليتي الواقع المعزز. قلت له عايزك حاجة كده على ذوقك ما كنتش اعرفها قبل كده. فقال لي ماشي. فراح قال لي على الموقع دوت، تمام، شات جي بي تي هوت نصحني بالموقع دوت، الموقع التاني هنبقى نشوفه بعدين ان شاء الله. فعلا لما دخلت على البلاتفورم لقيتها جميلة جدا، بحيث ان انت ممكن تحط الاساس وحاجات خاصه بالصناعه وحاجات تانية كتيره زي ما نشوف مع بعض، وتبدا تشوف هل المساحه بتاعتها كويسه ولا لا. طب لو كويسه طب ممكن تحدد الدايمنشن بتاعتها، ممكن تحدد اللون، بحيث ان انت تتاكد ان انت لما تشتري الفرنتشر او الاساس وحطيتها هتطلع مظبوطه ولا لا. ففيها اوجمانتد رياليتي بالشكل دوت، ان انت المكان ما يكونش فيه الترابيزه وانت تبدا تتخيل لو انا حطيت الترابيزه ده هيحصل ايه. في شوية أساس كتير موجود فيها، في برودكت كونفيجريشن بعد ما تحطها تقدر إن أنت تغير الألوان بتاعت الحاجة، في إن هو يصمم لك البيت روم ديزاين، في إن أنت تشوف البرودكت الموجود، في إدارة للبيانات، في ديزاين للغرفة بتاعتك. ففي شوية مزايا حلوة، تمام، تقدر مثلا تحط ديت وتقدر أنت تشوفها في روم ديزاين لو انت عايز تصمم الغرفة. دي هي النظارة او الموبايل بيبدأ يوريك المكان اللي انت فيه، وفي نفس الوقت بيضيف لك المنتج اللي انت عايز تشوفه. تمام، اقدر انسخ اللينك دوت او بالموبايل اعمل سكان، تقدر تعمل سكان حتى على الفيديو دلوقتي وتبدأ ان انت تشوف العربية دي من جميع الاتجاهات، يعني قبل ما تشتري الحاجة او قبل ما تروح تبدأ ان انت هتشوف. تمام، انا لو جبت الجهاز ده هيبقى عامل ازاي في المكان هنا، تبدأ تخيل كأنك انت شاريه وموجود وما فيش حاجة اصلا. الروم ديزاين هوت، وتقدر تختار الالوان زي ما انت عايز. هنبدأ بقى نصمم حاجات بقى 3D زي بيت. طبعا تقدر تصمم 3D و2D زي ما قلنا من ثواني، وهنا بتلاقي الكتالوج تقدر تدفيه وتشغله من هنا بالشكل دوت. اي كتالوج اي حاجة انت عايزها زي مثلا بدروم هتبدأ تسحبها، وتقدر بعد كده تتحكم فيها وفي السايز بتاعها وكل حاجة. طيب خلينا نخش على 2D اهيت، تقدر تعملها روتيت وتقدر ان انت تسحبها روتيت من هنا، تقدر تلفها لو انت حابب، وتقدر تعمل اديت لكل العناصر اللي فيها من هنا، تقدر تعدل الخصائص بتاعتها زي الالوان زي الماتيريال زي كل الحاجات ديت. وتقدر ان انت تشوفها في الفي ار او الاوجمانتد رياليتي اهو AR view. تمام، تقدر تعمل سكان للكود دوت وهيظهر معاك العناصر ديت. فعندي هنا بلاقي الاعداد بتاعت الكتالوج، تقدر تختار اي حاجة انت عايزها، تبدأ تنزل معاك في قلب اللوحة زي كده مثلا، وتسحبها وتحطها في المكان انت عايزه. وهنا هتلاقي الحاجات الخاصة بالارتفاع بتاع الغرفة، تقدر ترسم حيطة جديدة. دبل كليك ويبدا يرسم معاك الحيطه زي ما انت عايز. اسكيب، يبقى انت كده خلصت. طيب وتقدر تيجي هنا تشوف بقى زي حصر كل العناصر اللي احنا استخدمناها في المشروع بتاعنا. خلينا نغير ارتفاع الروم، وهنا البارابيت لو عندك بارابيت، وهنا الوول سيكنس تقدر تخلي الوول سميك. فدي حاجة برضو من الحاجات الجميلة. طبعا في جزء خاص بالفرنتشر تقدر تشوفه اوجمانتد رياليتي وتغير اللون وتغير كل حاجة فيه. اتمنى يعجبكم ان شاء الله. لو عندكم اي موقع حلو زي كده يا ريت تقولولي.